كل الاجراءات اللي هو بيقول عليها دي اتعملت السنه اللي فاتت لما الدنيا ظبطت. انا جيت عند حضرتك استناني بس يا فندم اتكلم. انا انت انا حضرتك قطعت حد ما تديني فرصه عشان يرد على الملاحظه. ما هو هيرد على الملاحظه لما اخلص الملاحظه يا فندم. ما هو اصلا طبيعه الاسئله يا فندم محطوطه في كيس اسود. يا دكتور كمال ما الاسئله محطوطه في كيس اسود في الابتدائي مش في الثانوي العام. انا بقول لحضرتك انا راجل وانا جاي من الشارع شغال في التربيه والتعليم يا فندم. فاللي انا عاوز اقول لحضرتك عليها يا استاذ وائل ان احنا بدايه الفكر الخاطئ انك تجي لي في الترم الثاني من العام الدراسي وتقول لي بقى بصوا بقى انا عندي بقى طريقه بصوا جديده جدا 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 وهتواجه الغش. ايه بقى؟ اختيار من متعدد، مفيش اسئله مقاليه، مفيش مش عارف ايه. والطالب بقى ما هو في اسئله مقاليه. لما تيجي حضرتك تقول لي ان ال 60 سؤال هو ما هو الدكتور كمال اثار جزئيه يعني. هو انت حضرتك الثلاث ساعات دول عاوز تفهمني ان الاختيار من متعدد لا ال 60 درجه الولد هيغش ال 60% من الاسئله اللي هو اختيار من متعدد وسيبك من المقال. خدت بال حضرتك دلوقتي في اشكاليه دلوقتي عند المدرسين مش هتظهر. ما بقول لك انا بصعب له الغش. لا لا ده هتظهر بقى مشكله بقى حضرتك. الاسئله عباره عن بحر. بص حضرتك الاشكاليه بحر من الاسئله الامتحان. الاشكاليه اللي هتظهر بقى عندك دلوقتي يا استاذ وائل هي ما ظهرتش دلوقتي ردود فعل من الشارع من الطلبه ولا اولياء الامور ولا المدرسين. امال ايه؟ ليه؟ لان لسه الوزاره ما وضعتش الاسئله. علشان تضع اسئله اختيار من متعدد عشان تضع اسئله اختيار من متعدد يا استاذ وائل لازما مش هتبقى اسئله معتاده، مش لازما هتبقى تقليديه، لان انت بتعمل اختيار من متعدد بتقيس زي ما سعادتك قلت ذكاء الطالب. اختيار من متعدد ان انت بتختار الاجابه الصح الاجابه صح وبيبقى الاجابات كمان يا دكتور مجدي متشابهه. يعني الاجابات مش بتبقى سهل ان انا اخد اي اجابه. مش شرط يعني. لا ما هو هيبقى ما هو انت حضرتك بتراعي الابداع. الابداع حضرتك ان انت تختار متعدد. ما تنساش يا دكتور ان اصلا البوكلت ده مش اختراع ولا حاجه. طبعا ما هو اتطبق سنه 2007 في كادر المعلمين. اتطبق 2007. انت حضرتك دلوقتي قول لي بقى حضرتك انا شغال الطلبة اللي شغالين ودافعين فلوس شغالين على الطريقة دي. يعني ايه على الطريقة دي؟ مش هو ذاكر؟ ذاكر فين يا فندم؟ ذاكر يا فندم؟ انت لا اهلت لي الطالب ولا اهلت لي هي 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 ماتش كورة يا فندم. هو انت دلوقتي اه يا يعني 4-2-4. لا يا فندم لا هلعب. لا لو اشتغلت تقليدي يا استاذ وائل لو اشتغلت تقليدي يبقى كل الطلبة هيجيبوا الدرجات النهائية. لو اعتمدت على الابداع لو اعتمدت عايز اقطع هل هو ماتش كوره هلعب بطريقه 4-2-4؟ اه طبعا يا استاذ وائل. انت لما بتودي ابنك لا طبعا المدرسه بتتعاقد على المرحله مش على السنه، على المرحله. انت بتلاقي عندك يقول لك احنا المدرسه الثانويه بنأهلك للكليه العسكريه، بندرس ياباني، بندرس سنغافوري بالمنهج الفلاني، فبتتعاقد على هذا الاساس. ما ينفعش انت بقى وانت قبل الامتحان بشهرين يقول لك احنا هنغير الامتحان وهنغير لو سمحت يا استاذ لا يا صاحبي. طيب انا طبعا عشان